احنا عندنا صورة الناس كلها حفظها، والصورة دي يعني هي صورة العصر. ايوه وكنا عملنا دراسة بعنوان معالم النصر في صورة العصر، صحيح، واستكشفنا ان فيها من القيم الرفيعة التي تؤسس لأي مجتمع يريد أن يتقدم وأن ينهض وأن ينتصر فليقم على ما فيها من معاني. الشيء الآخر أن استقراء التاريخ الإسلامي من أول غزوة بدر الكبرى وما قبلها حتى من سرايا، إلى نصر العاشر من رمضان، نجد أن هناك مجموعة من العوامل التي كانت بارزة وواضحة، على رأسها قضية الإيمان، على رأسها قضية العلم، على رأسها قضية العمل. لو تأملنا كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، هيبدأ يستثني من الخسران اللي منتصر. المنتصر، يعني إن أردنا أن نقرب المعنى. صحيح. طيب صفته إيه ده يا رب؟ أول حاجة نلفت النظر لماذا بدأ الله بالقسم بوقت وهو وقت العصر، سواء كان وقت عصر سيدنا النبي، وقت الرسالة، وقت العصر المشهود. تمام. لكن ده في لفت نظر إلى أن الأمم المنتصرة تدرك قيمة الوقت، ما شاء الله، وإدراك قيمة الوقت. تمام. وأنها تدرك أن الأمم تتقدم بمعايير، على أهم معيارها إدراكها أن في وقت وفي واجب وقت وفي إدراك للوقت. يعني مثلا لما حدثت نكسة 67، اللحظة التالية كانت الإدراك إن في مشكلة وإن في هزيمة. هذا الإدراك يتولد عنه يا حضرتك يا فندم، يتولد عنه عمل، لأن يجب أن ندرك أن للوقت واجب. يعني مثلا في مثل عصرنا واجب الأمة أن تكون فاعلة، أن تكون قوية، أن تكون مؤثرة، أن تكون عاملة، أن تكون عاملة. وبالتالي رقم واحد يقول له والعصر، يبقى إدراك الوقت. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قضية الإيمان اللي هي فيها قضية إيه يا فندم؟ العقيدة القتالية. أيوة. العقيدة الإيمانية اللي تخلي الجندي يشيل فوق ظهره فوق 50-60 كيلو دشمة بتاعه أو الأدوات بتاعته، وحامل سلاح شبه ثقيل، ويصعد إلى خط بارليف. إيه القوة الإيمانية دي؟ ده يقولوا له افطر عشان انت في رمضان، يقول لهم لا انا صايم. صحيح. ده معنى من معاني التجلي لقوه الايمان. يبقى هندرك قيمه الوقت، قيمه الايمان. واعتقد يا سيدنا ان في وعد من رب العزه سبحانه وتعالى في القران، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. ولذلك قال لك يا فندم بقى بعديها مباشره تكمله للاشاره الطيبه من حضرتك، امنوا وعملوا الصالحات. صحيح. وما قالش عمل فقط. ايوه. ده قال عمل، وذلك العمل موصوف بالصلاح. تمام. ليه بقى؟ عشان يدي خصوصيه للامه. لان العمل بتاعها عمل بين قوسين عمل صالح، بين قوسين عمل معمر. اللي احنا مش عاوزين نثقل على الجمهور ونقول لهم ان في الفلسفه الاسلاميه ان الانسان في الرؤيه الاسلاميه سيد في الكون، مش سيد على الكون. ايوه. في فارق يا فندم. السيد في الكون عمال يضرب بالقنابل 2000 طن على المدنيين ويدمر ويقتل، وقبل كده ضرب في نجازاتي وهيروشيما بالقنابل النوويه، لانه بيعتبر نفسه مستعلي سيد على الكون. لكن الرؤيه الاسلاميه بتعتبر الانسان سيد في الكون. شوفي كده خطاب سيدنا النبي في الحرب، يقول لهم لا تقطعوا شجرة، لا تعطروا نخلة، لا تروعوا، لا كذا، لا كذا، لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا. يبقى ده معاني رفيعة. تمام. الإسلام يقول لنا إن الإنسان ربنا جعل الجماد في خدمة النبات، وجعل الجماد والنبات في خدمة الحيوان، وجعل الجماد والنبات والحيوان في خدمة الإنسان، وجعل الإنسان في خدمة بقية الأكوان، على اعتبار أنه سيد. فين يا فندم؟ سيد في الكون، يشتغل على كده. حتى في قيم الحرب هو انت اياك ان تقتل، اياك ان تقتل بدون وعي. لذلك قبل ما يطلعوا اتفاقيه جنيف الرابعه للاسرى وكذا، ده القران بيقول لك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا.